شو اخبارك يا عم؟ عم حلو، تمام. انت جينا ضيف من لبنان هلا. ممتاز ممتاز، اهلا وسهلا فيكم. من فيردي هيلز. نحن مشروع سكني بنائي بلشناه بابريل 2023. المشروع، اخترنا المشروع بلوكيشن كتير ممتاز، ولوكيشن بعتقد اليوم تعتبر بلبنان وحدة من الأوائل الناجحين جدا، اللي هو مشروع مديار. فتنا بشركة أدفانس إنجينيرينج تكنولوجي، اللي هي شركة مؤلفة من عنا إنجينيرز من أفخم الإنجينيرية، فينا نقول من إنجينيرية كفؤين، من أركيتك، من أنتيريال، من إلكتروميكانيكال، كلهم عندهم إكسبيرينس، يعني 10 سنين إكسبيرينس، 15 سنة إكسبيرينس، وعم يفرجونا اشياء حلوه على الارض، يعني شيء جديد، شيء كثير ممتاز. طيب قبل ما نفوت بالموضوع، بفيردي هيلز يلي رح نحكي عنها، يلي هي رح تكون محتوى حلقتنا اليوم، بدك تحكي لي مديار. هذا الاسم اللي لمع مؤخرا بلبنان، الناس بتفكر مديار انه هو شركه واحده بتعمر بتبيع، انما هو لا، الموضوع مختلف شوي. هلا مشروع مديار هو اليوم فات، يعني فيني اقول لك مشروع كبير، او فيني اقول مستقبليا حيكون، فيني اقول مدينه، فيني اقول عم بيكبر، يعني كل سنه على سنه المشروع عم بيكبر كتير. بلش بعده بنيات صغيره، بعدين فاتت شركه جديده علي عم تعمل فيلا، وصار عطوا اوبشن للعالم تفوت تشتري، مستثمرين يفوتوا، مستثمرين يشتروا أرض. يعني أنا واحد من الأشخاص اللي ساكن بمشروع مديار، كنت أنا مشتري تحت وساكن تحت. سو اليوم هالشي الطابع اللي عطاني إياه، إنه خليني أعيش بمنطقة حلوة، خليني مرتاح، يعني ما صار عندي أي تغيير فيها، يعني من الأمان، من النظافة، من الأكسس على كل شيء. جغرافيا مديار هو سنتر بوينت كتير مهم. يعني انا اليوم من مديار على بيروت او على المطار بدي 10 منت. يعني على داون تاون بيروت بدي 20 منت. صيدا دغري كمان 15 منت. اضف البحر قدامك. نحن يعني مسبح الجسر، مسبح الجسر يعني 1 منت. يعني احنا يعني بانتر سكشن كتير مهمة. وكل شيء حوالينا، يعني نحن شو بتتطلب موجود. يعني كمان عندنا كهرباء حلوة 24 ساعة 23 ساعة، مثلا تيجي كهرباء قوية منيحة، عندنا مي مأمنين لنا مي، يعني في سكرت في إني لك، فيني أقول لك شركة مينتنس قوية بأمنوا لنا كل الخدمات، يعني كل الخدمات اللي أنت بتطلبها موجودة، تدفع حقها موجودة. يعني مثل برجع أنا لموضوعنا اللي كنا فايتين فيه، مديار هي بتبعد دقائق عن بيروت، عن صيدا، دقيقة على البحر، صح. كمان منطقة فينا نقول عنها جبلية، إذا منطلع فيها ككل، يعني كمديار بتبلش من عند الساحل لتوصل لمنطقة عالية، مطلة على خضار كمان وعلى أحراش، بعتقد هيك. نحن عنا مثلا فيردي، اليوم أنا اليوم مشروع فيردي، نحن جايين على التلة مثلا مطلة، أو فيني أقول لك على الخط الأول، على الخط الأول بمديار بتشوف الجبل وبتشوف البحر وبتشوف بيروت، كله هيدا يعني عندك تو فيو، عندك ماونتن فيو وعندك البحر. يعني لما نقوا هذه النقطة الاستراتيجية الظاهر كانين يعني عم يعجنوها مزبوط. حلو، يعني عم تعطيك انت، يعني قاعد انت عم بتشوف الخضار قدامك، يعني عم بتشوف الجبل، كمان نفس الوقت انت عم تشوف البحر، يعني عم تشوف شغلتين ملتقين مع بعضه. يعني هذا الشيء انه كتير ممتاز، اضف للهدوء. هدوء كتير حلو. منطقة راقية جدا، فين نقول منطقة سياحية كمان، لانه انت اليوم قريب على انت على المسابح، حد منك كل المسابح موجودة بهالمنطقة. منبلش من عنا من مسبح الجسر في لكل خط الساحل، كل الخط يعني لتوصل للرميلي، هذا كله في، يعني في، يعني انت على خط ساحلي هدوء، خط حلو جدا ورواق جدا جدا. يعني طيب ما نفوت لفردي،
هيلز. فيري هيلز هو هلا بلش ب تلات نحن مباني. نحن مشروع فيردي هيلز هو عنده تو فيسز. اول فيز هو ببلش من تلات بنيات. كل بنيه مؤلفه من تو بلوكس وفيهم 14 شقه. يعني بكل بنيه 14 شقه. نحن اول بنيه منبلش نسلم بديسمبر 2024. من 2023 دغري بديسمبر 2024 ديسمبر 2024 منسلم منبلش. في عندي في عندنا زباين بدها تستلم بديسمبر 2024 حيستلموا شقاهم. طيب يعني ماشيين بشغل حلو، جوده حلوه وكثير كثير ممتاز. المبنى الثاني اندر كونستراكشن، كمان هن كلهم اندر كونستراكشن. يعني المبنى الثاني صرنا حاليا نحن صرنا بالطابق الثاني، يعني من هون بالسمر يكون كمان بين على ارض الواقع شو صار عندنا. يعني طيب بالنسبه لل المغترب او اي حدا بده يشتري هلا بده يستثمر بلبنان، شو الشيء اللي عم بخليه يتشجع انه يفوت يشتري بمناطق مثلا مثل ما قلت انت قريبه سياحيه وهيك، رغم هيدي الخضات اللي بالبلد؟ عم نحكي عقاريا وعم نحكي هلا السوق العقاري. بالنسبه للسوق العقاري وين ما كان انت وين بتستثمر مصرياتك هو اكثر شيء بروح على السوق العقاري، لانه السوق مربح. السوق مربح والسوق انت بتحافظ على مصرياتك. بنفس الوقت انت بتطلع على شغله ثانيه، انه انا بدي احط مصرياتي بمكان انه اضمنه يليق. هاي واحدة. هل هالمكان اللي انا بدي اخد اشتريت شقة فيني اسكن فيها؟ سو مديار بقول لك انا يس. يعني فيردي هيلز هو بيقولوا له الرايت تشويس، هو المكان الصح لتحط مصاري تستثمر بمديار. في شيء مهم اذا بدنا نجي نحكي يعني دغري هيك، لبنان معروف مقسم، يعني هون شيعة هون سنة هون دروز هون مسيح هون كذا، معروف يعني ما فيناش نتخبى. مديار هي منطقة متنوعة حسب ما حتى المستثمرين عم بيكونوا. هلا المديار مديار كتير عطى طابع غير سياسي او غير طائفي غير مذهبي. غير مذهبي عطى طابع للاشخاص اللي بدهم يستثمروا بغض النظر انت شو. انت بدك تستثمر، بدك تشتري ارض، بدك تعمر، بدك تشتري تسكن. سو في عندك طبيعه العالم كلها فينا نقول مخلوطه. حلو. Which is كتير هذا الشيء ممتاز، هذا كتير كتير شيء حلو. كمان بالاضافه للسكن هو في هلا اكيد رح نحكي فيه الخدمات طبعاً. مثل الحدائق العامه وهيك طبعا، فمنيح انه ينعمل هذا. انه بدك انت تطلع مثلا بدي اخذ اولادي بدي اقعد مثلا شهر او شهرين فيكيشن مثلا، ما بدك الاولاد وين بدك تحطهم، شو بدهم يلعبوا، وين بدهم يطلعوا، وين بدهم ينزلوا، بدك شيء يكون ايزي اكسس للكل يعني. طيب بنرجع لمشروع مديار. قلت لي هلا انتم ثلاث مباني اندر كونستراكشن هذول الثلاثه صح. شو كمان هلا نحن بنعرف عاده في مشاريع بتطلع يعني يستعمل فيها الرخيص يعني وهالتفاصيل هذه بس يعني كرمال يصير ربح اكثر، ولكن على ما يبدو وحسب ما اطلعت انا لا الامور عندكم غير مختلفه شوي. هلا نحن اول شيء بتعتمد على الخبره للمهندسين اللي عم يشتغلوا عنا. نحن بالشركه عنا في عنا مهندسين يعني ذو كفاءه، عندك 10 سنين وعندك 15 سنه اكسبيرينس بالشغل. هاي واحد. اثنين، اليوم انت او بدك تعمل طابع او طابع تجاري او طابع انه تبين انت شو عم تعمل. نحن اليوم عم نشتغل على طابع هاي اند كواليتي، يعني انا فيني اقول لك اليوم هاي اند كواليتي. اليوم عم نستعمل كل بضاعه مواصفات شيء ممتاز، وهذا الشيء الواحد في يشوفه هلا بهالمرحلة كمان هلا طلع عليه بشكل دائم طبعاً. هو الموضوع بعده اندر كونستراكشن. اندر كونستراكشن اليوم نحن عنا كله مبين. يعني نحن اليوم بتقول انت شو الخرايط بتشوفها كلها، بتستلم خرايط يعني من الخرايط العادية مثلا البلو برنت او شيء، بعدين بترجع على خرايط الصحيات، خرايط الكهربائيات، هي كلها موجودة ومعروف كل شيء شو عم بيصير يعني.
جود. طيب إذا جينا هلأ بدنا نحكي عن الخدمات بقلب فيردي هيلز أو بشكل عام، يعني بنبلش بالمي يلي هي كمان عندنا مشكلة بلبنان بالمي، يعني كيف عم بتكون خدمة المي؟ نحن الخدمات هي ترجع لمشروع مديار. نحن اليوم مديار مأمن كهرباء، طبعا عنده مواتير، بناخد من 20 ساعة ل 24 ساعة كهرباء موتير، كهرباء مواتير تبع مديار، وبندفع نحن على كل قديش بدك 5 أمبير 10 أمبير بتحصل عليهم وزيادة، هيدا موجود دايما. اطلعت على الخرائط عندكم على السولر كمان. نحن بالنسبة للسولر أول شغلة بنرجع أنا عندي مثلا بالبنيات حاطط بكل مبنى جنريتر، انه بركي مستقبلا صار شيء مال شيء نحن عندنا باك اب، او مواتير مديار مثلا وقفت مره او شيء، انا عندي باك اب، عندي باك اب، عندي انا موتير للبنيه اللي انا. هلا بترجع للسولر، هي بترجع للسولر انت شو عم بتحط. يعني عندكم باك اب على الباك اب؟ انا عندي باك اب على الباك اب، وطبعا الدوله بيجي هلا حاليا الدوله بتيجي ساعتين بساعتين. هذا الشغل على راحه السكان، هذا شيء طبيعي، انه اليوم انا اليوم شو بدي؟ انا بدي كهرباء وبدي مي، مي عندنا، مي عندنا عداد مي. اوكي للمي، بالنسبه للمي في ابار ارتوازيه هون، في مديار مأمني مأبني كل الخدمات، مأمني كل الخدمات، وعندهم اسوسيشن في واتش از 0.30 سنت، او في نقول 30 سنت على كل سكوير متر، يعني بالسنه شيء 500 دولار ما بعرف قديش بتطلع حسب كبر الشقه. انت كم وديش تاخد انت مي على العداد؟ سو مستقبليا حيكون كمان بعتقد عددات للكهرباء، قديش تصرف كهرباء؟ بتدفع كهرباء. طيب. اذا انت مسافر مثلا، انت مش موجود بس شهرين، أوكي. تدفع قد ما بتصرف كهرباء، نفس الشيء مع المي. طيب نجي لناحيه الامان، سيكوريتي، فيك تخبرنا عن هذا الموضوع؟ هلا بالنسبه للسيكوريتي حاليا نحن مديار عندنا سيكوريتي 24 ساعه حاليا بلشوا، وفي علي ضغط حلو انه يعني عندنا شيء كثير ممتاز، يعني ما حدا في فوت على المشروع مين ما كان، لا حتى بكل المشروع، بكل المشروع، بكل مشروع مديار، بكل مشروع مديار عندنا 24 سكيورتي، عندهم 24 اور سكيورتي جيتد، كله سوا مسكر. والله كل المشروع مسكر، في عندك مدخل واكزيت، انتر واكزيت، وكل واحد بس يفوت بيعرف وين رايح وشو عنده. طبعا هلا بعده بالبدايه مديار، بس عم بيكبر مديار، يعني بعدين مستقبليا يمكن يصير عم بيحكي بموضوع تشيب، انه انت في بدك يعني، وفي الموضوع انه كاميرات all over the مشروع، يعني كل المشروع كله under يعني security 24 ساعه. اوكي كمان بالنسبه لنحن عم نعد الحلقه، عرفنا انه هيك مشروع رح يكون فيه كمان مول. هذا المشروع فيه مول، وبلشوا بالحفر بالمول، بس انت اليوم تعرف اليوم دوائر الدوله كلها موقفه، سو في شويه بدهم شويه ترخص، بس اوريدي المشروع ماشي. بعتقد اعتقادي انا بكون انا موجود بالمشروع ساكن بالمشروع يعني 3 سنين من هلا او 4 سنين احنا عندنا مول كتير ممتاز. طيب بالنسبه للمدارس بقلب المدارس كمان في مشروع مدرسه يعني. موجود الارض وموجود المشروع، بعد ما عطوش الاوكي هني، بس عم بيعمروا هلا، نزل الضغط انه لازم المشروع يعمر مشان يكون في مدارس، which is في مدارس في جامعات، هذا كله موجود بالمشروع، وهذا كله مسؤولية مديار، هني مسؤولين على الشيء كله سوا وعم بيشتغلوا عليه، والشغل كتير ممتاز عندهم. في عندك فيك تقول انه نظام جديد، شيء حلو بلبنان، وهو هلا ساطع اكتر شيء يعني، وفي كتير عالم عاملين هلا، انا يعني زباين لبنانية ما شاء الله كتير ممتاز عم بينقلوا من مناطق لعنا. هلا بالنسبة كمان عندهم جاردن بمديار، هلا بتفتح هاي السمر جاردن كتير كبيرة، اليوم انت صرت بتأمن تاخد ولادك بتطلع يلعبوا بسكلتات يسبحوا، في مسبح كمان coming up very soon very soon، كمان هذا صار جاهز ممكن هاي السمر، بس الجاردن جاهزة صاروا سنة ونص عم يشتغلوا عليها جاهزة، وطالع شيء كتير حلو. بالنسبة لفردي عند الشراء، من عند الشراء لعند السكن،
شو إمكانية الشخص يلي بده يشتري قادر إنه يعمل، يعني قادر يعمل تغيير؟ هلا نحن اليوم عاطين اوبشن، إذا حدا بده يعدل أو بده يغير أي شيء بالمشروع عنده بالشقة عنده، نحن ما عندناش إشكال. بس إذا كنا بعدنا أندر كونستراكشن، بس بالفينشينج خلص لي خالص إنه ما عاد فيك تعدل. مثلا نحن اليوم بنعدل، بدك تزيد حمام زيادة، بدك تعمل جبسين أنت مثل ما أنت بدك، في ناس بتقول بتحب تعمل مطابخ اللي هي أنا بدي مطبخ مميز عندي أنا. نحن ما فرجيش شو عنا، نحن المطبخ اللي موجود عنا ما فرجيه عليه، وعنا الرسمات كلها بيشوفها. مثلا الوجهات اللي عنا، نحن اليوم عم نحط الوجهات، عم نحط التكنال، مش ما حط لك ثلاث ظرفات أنا سيدم، نحط لك تكنال ظرفتين مشان ليك تحافظ على الفيو تبعك. الزبون اليوم عنده الاوبشن اذا بده يعدل، اذا في شيء ما عجبه عنا بشغلنا. بس اليوم انا وقت عم نعطيك اليوم البضاعة، مثلا فينا نقول الصحيات البلمر، نحن عم نعطيك اليوم كل بضاعة ايطالي، كلها سوا بضاعة ايطالية بالاول، ما حدا شافه وغير. عم نستعمل جروهي كمان، جروهي الاصلي. اليوم نحن عم نستعمل لكل شقة طلع لها، اعطيناها اليوم اعطيناها هات واتر تانك على السولار لايتنج. يعني وفرت عليك انا اليوم 5 امبير تدور مي سخن. اليوم انت عندك سيستم سهل تفوت على البيت، انت عندك هات واتر، هذا كمان كتير ممتاز. بالنسبه للكهرباء، نحن عم نحط قطع، يعني متعاملين مع شركه اكملات لبنان، بضاعة يعني عم نستعمل أفخم الجودية بالكهربائيات، هي عم بيصدروها لبرا. هذا الشيء أنت إنه ما بس تشوف هالشيء اللي عندك، ما عادش فيك تحكي شيء أو ما عادش فيك تعدل. مثلا إحنا عم نستعمل بس نورق المبنى اس بي ار، هذا الشيء عازل بيشد، ما عادش بتحصل على، ما عادش شو عاملين طبقتين من الحجارة، ما عادش عندك تنشي. اليوم نحن عم نستعمل تو بلوك بالمبنى، اليوم عم نحط له انسوليتد بالنص، هيدا بيعزل الحراره والسقعه وهالاشياء كلها. هيدا الشيء مميز جدا. حتى نحن السيمنت عم نستعمل بوستنشل، اللي هو بيساعدنا نخفف العواميد بالمبنى، بيكون عندك مساحات حلوه. يعني بعدنا عم بقول وموجود، واللي فيه يشوف، إذا حدا بده يطلع عليهم نحن بنبعث له فيديو وصور وكل شيء موجود، كله مبين شو عم نحط عنده. أوكي. قبل ما انتقل للشق الأخير، بالنسبة للباركينج، نحن اليوم عنا بالمبنى بيطلع عندك أنت، عنا الباركينج يعني أندر جراوند، بتفوت عندك موقف لك أنت مضوى جاهز، توقف الباركينج تبعك، بتطلع من الاسانسير على شقتك. يعني كل بلوك فيه اسانسير بتطلع على شقتك، وعادي انه موجود حتى متوفر للزوار، متوفر للزوار ومتوفر على مثلا كل شقه حسب كبرها شو بتطلع على 1 باركينج 2 باركينج. وموجود عندنا باركينج وموجود كل شيء. طيب بالنسبه لشراء العقار، كلنا بنعرف هلا في أزمة مصارف بنوك صح، في خبيصة بلبنان، يعني كيف عم بتقدروا تسهلوا للناس؟ هلا نحن بالنسبة لهالموضوع، أو إذا بدنا نبلش بموضوع السعر، المتر هونيك، نحن المتر عنا ببلش بالألف وثلاثمية 1350 حسب كل طابق بالمتر المربع. عنا الشقة في عنا بتراوح بالمية وخمسة وثلاثين، هي أوضتين نوم، بيجي مع جاردن، بعدين بيطلع عنا 150 متر، عنا 170 متر، اليوم عندك 320 متر، وعنا كمان 182. سو حاولنا بالمشروع تبعنا ننوع السايز تبع الابارتمنت، مش انه والله سايز واحد، لا اخي، يمكن في اشخاص بتحب اوضتين نوم مع جاردن، في ناس بتحب انه ثلاث اوض نوم مرتاحين، هودي موجود عنا على الخرايط. يعني إذا بتطلع على verde-hills.com موجود كل شيء عنا. بالنسبة لل
تسهيلات. هلا انتو كيف عادة عم تشتغلوا مع المقيم ومع المغترب مثلا؟ هلا بالنسبة للتسهيلات الدفع، يعني صح. المشروع مثلا، أول مشروع احنا صرنا ب فين نقول هاف واي، يعني صرنا اولموست خالصين، بدنا بعد 5 6 أشهر أو فين نقول أكتر شوية. نحن أنا بعت لديسمبر 2024. اليوم اللي بيجي بده يشتري شقة، من المفروض إنه في 50% داون، يعني 50%، لأنه وصلنا قطعنا مرحلة قوية. ممكن بالمبنى الثاني يكون 20% or 30% داون، وعنا على دفعات لتسليم السند. بس تستلم السند الأخضر لازم يكون دافع حق الشقة عشان يستلم شقته. هلا بالنسبة للتسهيلات، في أشخاص أكيد ما فيها تلتزم، مثلا كل شهر أبعت لك مبلغ. بالنسبة للمغتربين، بالنسبة للمغتربين نحن أنا عنا بزنس أكاونت هون بميشيغان. عم نحكي أكيد عن ميشيغان، عن كل أمريكا وعن بلاد تانية أفريقيا. ما بيأثر، عنا أكاونت بتدخل مصاري بالحساب، بنعطى رقم الحساب بتدخل فيه، بيكون عنده كونتراكت شو اشترى وين اشترى وكل الامور موجوده 100%، وبيحصل على كل شيء. يعني قادر الشخص يدفع بالمكان اللي هو موجود قادر فيه؟ قادر يدفع بالمكان اللي هو موجود فيه. صح. اوكي، في شيء في عليهم هودي؟ هلا اكيد، لانه نحن بتعرف بس ما نحول شيء مقبول، شيء رمزي، لانه بس هو الكوست اللي نحن ما نطلعه ونرجعه. اليوم بتعرف بنوكة لبنان صعبه، وبندفع شيء اكسترا، شيء خفيف مشان نطلع. طيب، اذا بدي اجي هلا اختتم انا وياك الحديث عن فيردي هيلز يلي هو بقلب مديار، شو بتقول للناس يلي بدها او عم بدور على عقار يناسبها؟ هلا نحن انا فيني اقول مشروع مديار انت كحدا سكن هونيك قبل ما فكرت انك تعمل مشروع، هلا انا تجربتك، تجربتي بالسكن اليوم بمشروع مديال تجربه كتير ممتازه، وما يعني صار لي سنين ونص almost سنتين موجود بالمشروع. انا بشجع كل واحد يستثمر بمديال بفيردي هيلز، يستثمر ضامن مصرياته، مرتاح، ضامن الراحه، مرتاح، مريح عائلته، بيقعد براحة جدا جدا، وين بده يوصل عنده، يعني عنده تسهيلات المواصلات من مشروع عنا من فيردي هيلز على عدة مطارح عنا كتير هينة. وأنا بشجع الاستثمار بفيردي هيلز عنا، ونعطيهم تسهيلات حلوة وبيكونوش إلا مبسوطين. حلو. هلا أنت موجود اليوم بميشيغان؟ أنا موجود بميشيغان حاليا. أوكي، وامبارح كنت عم بتقلي إنه صار عندك كذا شقة ما شاء الله رايحين، يعني ايه بأول مبنى اجمالا راح نص الـ يعني 7 شقق صرنا بايعينهم. حلو، which is good. عنا بعد 7، والمبنى التاني فيني اقول انا بعد شهر او شهرين بدي افتح المبيع فيه. فيردي رح يتوسع بعد غير اللي هلأ موجود؟ الفيز 2 طبعا عنا بعد 6 بنايات حيطلعوا غير هالثلاثة، وإن شاء الله نحنا يعني الجودة اللي بدنا نعطيها هيدا حتبين مين نحنا وشو عم نعطي وكيف، يعني ومسؤولين عن شغلنا وعن البضاعة اللي عم نحطها. هو إجمالا المشروع كله عليه كنترول، يعني أضف إنك أنت عم تعمل جودة حلوة، يعني كمان أضف إنه ممنوع الغلط. لا هني كتير حلو عندهم إنه في مواصفات نحنا ما نتبع، سو نحنا اتبعنا المواصفات وحطينا أشياء نحنا أشياء جديدة. الاشي اللي هو انا بدي اياها تحت او المغترب عم بدور عليها، يعني من المواصفات وطلوع نحن دورت انا انه شو لازم نحسن او شو المغترب هو بحاجة او شو انا اي شخص بغض النظر مين بده يسكن تحت. يعني شو يعني انا موجود، شو ناقصني، يعني اللي كان ناقصني انا عندي حطيتهم عنا بالمشروع. حلو، يعني كل شيء انا طلعت فيه بدي اياه نزلناه بالمشروع للاحلى، على قاعده استخلاص العبر، يعني للاحلى. شكرا، ثانك يو فيري ماتش، يعطيك العافيه.